لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. في إحدى الأمسيات الشتوية كانت عائلة تجلس حول الطاولة. كان الأب حزينا وقلقا، وكانت الأم تبكي وتمسك وجهها بيديها. اقتربت ابنتهما الصغرى منهم ببطء وسألت: ماما لماذا تبكين؟ فتاتي، هذه أيام صعبة، ليس لدينا أي نقود، ولكي نعيش قمنا ببيع هذا المنزل الجميل. غدا سيتعين علينا الانتقال إلى منزل أصغر بكثير، لهذا السبب أبكي، لأنه من الصعب علينا مغادرة هذا المكان الرائع حيث عشنا بهدوء لسنوات عديدة، والانتقال إلى منزل فقير وبائس. يا الله، لكن يا أمي، ألا يعيش الله أيضا في ذلك المنزل الفقير حيث سننتقل؟ دهشت الأم من إيمان تلك الطفلة والحقيقة التي تحدثت بها. فهم الوالدان أنه في الحياة تنبت الصعوبات والمتاعب من أي نوع في الروح البشرية، لكن الإيمان والأمل يجب ألا ينسى أبدا، لأن طريق الحياة الشائك فقط في الروح يتم عبوره بسهولة أكبر. كما أن الحرفي يلقي الذهب في الفرن ويتركه ينقى بالنار حتى يضيء، كذلك يترك الله أرواح البشر تمتحن بالمتاعب حتى يتم تنقيتها وتطهيرها. ولذلك فإن مثل هذا التساؤل عن الله هو فائدة عظيمة للنفس. مقتطف من كتاب أجمل الأمثال والقصص المسيحية الأرثوذكسية.